السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا النيميريك هذا في واحد المشكل في السينيال، وقلت علاش ما نشاركش معكم الفيديو كما العادة. هذا المشكل هذا كاين شي قنوات كيخدموا شي قنوات ما تخدموش. أولا قبل كل شيء إلا بغيتي تعرف النيميريك ديالك واش خدام ولا ما خدامش، التونير ديال هذا النيميريك هذا، ولا بغيتي تعرف واش خدام ولا ما خدامش، ما عليك غير دير هذه الطريقة هذه، سواء عندك الملتيمتر او الافوميتر او سواء ما عندكش. يعني غادي نعطيك الطريقه باش انك تعرف واش خدام وانت خدام في الخدمه ديالك ومستريح. اذا كما قلت لكم الطريقه كالتالي، غادي نجيبوا هذا السات فيندر هي باش غادي نتيستيو ان شاء الله السينيال ديالنا. اذا الا ما كانش عندك افوميتر، اي الطريقه كالتالي، غادي نهزوا هذا الكابل هذا ان شاء الله نديروه هنا بهذه الطريقه هذه. الطريقه الا ما عندكش هذا الافوميتر وبغيتي تجرب واش السينيال دايز ولا لا، الا ما شعلتش هادي وعرف بان راه السينيال عندك ما دايش، يعني الضوء الفولت ما دايش، الفيرتيكال هوريزونتال ما دايزينش. اذا بعض المرات كيكون الفيرتيكال كيدوز والهوريزونتال ما تيدوش، او بالمقلوب تيكون فيرت هوريزونتال كيدوز والفيرتيكال ما كيدوش. اذا كندير البريز ديالي، اولا البريز ديالي في الضوء الشارجور ديال هذا النيميريك هذا، بسم الله على بركه الله كنشعلوه، هو كما شفتوا هو شعل، خليه تيشعل بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا فاش غيشعل النيميريك ديالنا غادي نجيبو ونديرو هنا. حذاري ما تقلبوش هاد البلاصه ديال التونير، لان هذا كيدخل وهذا كيخرج، يعني اللي كيخرج ماشي اللي كيدخل، صافي. اذا غادي نشوفو واش غتشعل. اذا كما كتشوفوا ما شعلاتش هاد فيندر، هادي صات فيندر، يعني ما شعلاتش. اذا الخلل من نيميريك. اذا كما كتشوفوا ما كاينش السينيال، مكاينش مكيدو دابا الضو ما كيدوش الفوق البارابول. اذا واخا تبقى تضرب مع البارابول تيضرك راسك، راه ما غاديش يشد لك، كون على يقين. علاش؟ لان ما كاينش الفولت في هذا. اذا باش تعرف واش هاد الطريقه هادي راه زوينه، بقى تسيو بها في لتحت الدار فاش تدخلوا تبغيو تصوبوا. اول حاجه بقى دير هادي قبل ما تطلع السطح، دير هاد الطريقه هادي ان شاء الله راه غادي تنجح معاك، تتكون مرتاح فاش كيكون الضو دايز ليك لاباري، كتكون مرتاح تتعرف بين راه النيميريك ما فيهش الخلل. يعني كاع الا كان فيه الخلل كما قلت لك، اما فيرتيكال غيخدم ولا هوريزونتال ما غاديش يخدم، يعني واحد فيهم الا كان خلل في النيميريك. اما الا كان خلل 100% راه ما غاديش يدوز الضو كما دابا شفتوا معايا. اذا الطريقه الثانيه، الطريقه الاخرى اللي غادي نوري لكم هي تيستيو بلاباري. اذا كما كتشوفوا غنجيبوا لاباري ديالنا لهنا ل 20، ها هي نوريها لكم باش تفهموا مزيان. 20 فولت ها هي، علاش كندير 20؟ باش يعطينا فصيله كما قلنا. اذا كتجيب هذا الراس هذا هنا، كيكون هذاك داخل في التونير في اللامب، وكنجي الناقص ديالي والزائد هكا بهذه الطريقه هذه. حذاري ما تقيش، ما يقيش هذا مع هذا، سيرتو الا كان خدام نيميريك. كما كتشوفوا ما كاينش الفولت، اذا هذا على يدل بان هذا النيميريك فيه مشكل في التونير، يعني راه ما غاديش يشد لك السينيال واخا تبقى تضرب تضرك راسك. كما كتشوفوا غنزيد لكم شي افكار ثاني ان شاء الله، افكار زوينه وغادي تنفعكم ان شاء الله باذن الله. بارطاجيو لنا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بارطاجو اللايك. هذه غير واحد شويه ديال الفيديو باش تفهموا الطريقه كديروا تعبروا السينيال ديالكم ولا الفولت. حتى الفولت هو عنده علاقه بالسينيال، الا ما كانش الفولت راه ما يجدلكش السينيال، يعني الا ما كانش الضو في هذا لاباري هذه بلا ما تبقى تضر راسك. كما كتشوفوا الطريقه الثالثه باش نوري لكم الا ما كانتش عندك لا ديك لاباري ديال فيندر ولا الافوميتر، الطريقه هذه تاهي تمكن لك انك تعرف السينيال ديالك واش خاسر ولا ما خاسرش. بقاو معايا. اذا كما قلت لكم الطريقه كالتالي، من النيميريك وغنوري لكم الطريقه كي تعرف السينيال ديالك. اذا كما كتشوفوا غندير على ما يشعل، غندير ميني. كما كتشوفوا شوفوا السينيال هنا، اذا يعني ما كايناش لا الكاليتي لا السينيال ديال الكابل. ولا جينا لهنا لي بارامتر هنا انستالاسيون هنا الله ساعدين، نديرو هاد الاصفار ليز دي ساتيليت. ولا كما كتشوفوا شوفوا السينيال هنا، الكاليتي والسينيال، هذا ديال الكابل وهذا ديال الكاليتي، يعني كما كتشوفوا يعني ما كاين حتى حاجه. ولا مشينا نديرو ليه اعاده المصنع باش نقولوا زعما راه فيه مشكل، وغادي نشوفوا ان شاء الله. انا غندير معكم اعاده المصنع. اذا غنديروا اعاده المصنع، غنجيو للريكلاج وغنديروا اوكي، وغنجيو لريست او لا ريستوراسيون سيستم ولا اعاده المصنع، المهم بحال بحال كما كتشوفوا. وغنديروا مركو على، عفوا امركو على بارامتر بار ديفو،
ونديرو ريستوراسيون سيستم الكوشي، نديرو هنا اربعه الاصفار، يعني ما ديش لي شين بوحدو، ندير كوشي توتال. كاين هاد المشكل غتصلح ولا لا؟ كما كتشوفوا الطريقه اللي وريت لكم في الاول راه طريقه شغاله 100%. هاد الطريقه هادي غير نفترض ما درتيش دوك الطرق، واول مره كتجي كتريك البارابول ديالك وكيطرى لك هاد المشكل، دير هاد الطريقه هادي اولا قبل كل شيء كاع من جميع الطرق اللي درنا سابقا. اذا شوفوا واش غادي يرجع السينيال ولا لا. اذا النيميريك ديالنا شعل. اذا كما كتشوفوا كلشي ولا خاوي النيميريك. اذا نديروا انستالاسيون اربعه الاصفار كما كتشوفوا، نديروا ريكلاج اونتين. اذا كما كتشوفوا هو السينيال هنا رجع، وغتشوفوا واش غادي يقدر يرجع لنا السينيال ديالنا. نديروا هنا شي فريكونس، فريكونس هنا بحال هادي. اذا ما كاين لا سينيال لا حاجه كما كتشوفوا. اذا هاد النيميريك خاسر. هاد الطريقه اللي غوريت لكم هاد الطريقه باش باش نشوفوا زعما نفترض كما يرجع بهاد الطريقه هادي، زعما نقولوا اكما من لا فيرسيون د فلاش ولا اكما شي مشكل مميز بالسوفتوير. اذا ما كانش عندك الفولت في النيميريك ديالك طالع الفوق بلا ما تبقى تصدع راسك. يلا نتمنى ان شاء الله ان الفيديو الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش بارطاجو ليك. الله يعاونكم.